الآن متواجدون في حي الرمال في قلب مدينة غزة. هذا الحي كان شاهدا على قصف إسرائيلي عنيف تسبب في إحداث دمار كبير فيه، بما يمكن وصفه بأنه تم تغيير معالمه بشكل شبه كامل. نحن نتحدث عن مباني سكنية، أبراج سكنية كانت موجودة في هذا المكان والآن أصبحت أثراً بعد عين. كمية الدمار تثبت أن إسرائيل تعمدت قصف المربع بشكل كامل ومتزامن وبعنف حتى يتم تدميره بهذا الشكل. هذا الشارع الذي يظهر الآن بالصورة يقود مباشرة إلى الجامعات الفلسطينية. من الصعب تجاوز هذا الشارع بسبب الركام، لكن بحسب شهود العيان الذين قابلناهم فور وصولنا إلى هنا فإن الأضرار لا تقل خطورة في تلك المنطقة التي تعرضت أيضا للقصف الإسرائيلي. إسرائيل اعترفت أنه وخلال ساعة واحدة تم تنفيذ 120 غارة إسرائيلية استهدفت هذا الحي الذي يقع في قلب مدينة غزة. حي الرمال يعد من الأحياء الرئيسية التي تضم أبراجا سكنية ودوائر حكومية وجامعات وأيضا شركات خاصة كشركة الاتصالات الفلسطينية التي لا تبعد كثيرا من هنا والتي تم تدميرها هي الأخرى خلال القصف الإسرائيلي. دمار كبير يظهر جانبا من جوانب عدة من حجم القصف الإسرائيلي وكيف أن إسرائيل تعمدت تدمير القطاع واستخدام القنابل كبيرة الحجم لتدمير القطاع. وحتى الآن حتى هذه اللحظة هناك محاولات للبحث عن ناجين أو شهداء أو جرحى تحت أنقاض المباني التي تم تدميرها. باسل العطار، المملكة، قطاع غزة.